صباح الخير. صباح الخير ما تقعد. هاي ابرو كيداير؟ صباح عليكم بخير مزيان. اي ثينك قبل الزلزال بشويه ما شفتوني ياك. المهم انا بقى عايشه وشكرا بزاف حيت سولت فيا. نتمنى تكونوا كاملين بخير وما تاديتوش في هذا الزلزال هذا. والله يرحم موتانا المسلمين يا ربي في هذا النهار هذا. واو ويداد نتصور فيديو ليتيرالمون مع جوج الليل. ما علينا يا قول لي بصحه لوك جديد عفا جاني زوين. يلا هاك واحد الكادو اليوم فيديو ماشي بحال كل مره. اليوم عندنا واحد الميستري بوكسز. عندنا جوج ديال لي بوكس عشوائيين ماشي عشوائيين. كلمه ميستري بوكس يعني انت كتكوموندي واحد الحاجه ولكن ما عارفش اكزاكت شنو غادي يجيك. غادي نحلو هاد جوج ديال لي بوكس. اي واحد بارك عليكم صراحه. اي واحد اي واحد بغيت تعرفو كلشي وبقى فيا الحال. المهم علينا اي ثينك غنخلي واحد للريلز واحد اليوتيوب. دابا الا حليتهم جوجنا في يوتيوب غادي يستيرو ويبقى فيا الحال هو وتيك توك. فهمتيني باش جايز هذا ماشي اشهار ماشي اد مش عارفو ماشي كوب وانما كومونديت هادشي لراسي. بصح هو ميستري بوكس هادشي اللي كاين هنا لداخل انا ما عارفاش بلعمة. الحاجه الوحيده اللي عارفه كاين بوكس ديال الميك اب اللي غنخليوه الانستغرام تيك توك. كاين البوكس ديال كوريين سناكيز غادي نحلو معاكم اليوم. غادي ناخد العده ديالنا باش يجيني كوبي رايت في يوتيوب بسبب هادي سويا. يا سلام على الكلام. نانوت اجي نبداو بالبوكس الكبير هذا. نورمالمون الاكسترا لارج بوكس خبالي صغير صراحه ما عرفتش علاش مسمينو اكسترا لارج هو اصلا صغير. عرفتش شحال خلصت هذا وما بعت واحد الكلوه وانا مقودة عليا. غنغطي غير اللوكو شي تقيل. ار يو ريدي؟ الى وصلتو حتى لهنا ومازال ما درتيش داك سبسكرايب اش كتسنى؟ سبسكرايب لايك خليك مزوينه بحال هكا. سو غندوزو نحلو البوكس توغيذر. ار يو ريدي؟ واش اللي عندك شي تقيل ليا شوف لوك. There is a lot of fucking Korean snackies bro. خاصكم تعرفوا واحد القضيه بلي فانو في الاونه الاخيره ولا عندي هوس بشي حاجه سميتها الكوريين سناكيز وداكشي. سو غادي نبداو اول حاجه عندنا في البوكس هو البوكي شوكولا. هادو صراحه ديجا درتهم عندي في الدار فريمون ولكن اي ثينك اوكي جيف مي 1 سكند باش نوريكم. A few moments later. هذا اي ثينك هذا الاوريجينال. هادو اللي ديجا انا جربت وديجا جربت حتى داك الحمض نورمال ديجا راه حلاهم. انا بالنسبه لي هاد الفليفر هادي از ذا بيست ما نكذبش عليكم هادي از ذا بيست. اوكي سو عندنا كيف ما قلنا اول حاجه هي كوكي شوكولا. سكند ثينك اتس ا نودل ماشي نجربوها مع بعضياتنا في شيرين ميبي نودل اي ثينك بالكريفيت نورمالمون. هذا ثالث حاجه عندنا معشوق الجماهير نودلز كاربونارا بقيله. يا هذا لا هذا فرماج هذا دونك حتى هو غادي نخليو ليه شي فيديو حيت اكشلي عندي الحارين سو كنت كنفكر اصلا نقاد ليهم شي ريل بوكتو سو حتى هذا معاهم ما علينا. هذا اكشلي هذا ما زامي بقتو ولكن كيقولوا زوين الله اعلم سو حتى غادي نكتشفو. عندنا هاد لي تروك هادو ما عرفتش شنو هما صراحه سيبو. عندنا اعواد السوشي عندنا داكشي لوريجين شي حاجه بومبا فهمتي اتس ا فاكين اوريجينال ما عرفتش هادو شنو هما كلا دي بومبو يوز اي ثينك اتس ا جيفت اصلا كيتزادو كيتزادو في البوكس حيتي. عندنا تك بوكي دود عرفتي شحال من امتى وانا باغا نجرب تك بوكي هولي بروميس يو غادي ندير لكم عليه ريل اوكي بروميس سواء نحطو تيك توك سواء انستغرام. عندنا اي ثينك اتس موتشي هادو هما الموتشيز يمكن ولا شي حاجه بحال هكا ما عرفتش اكزاكتلي ولكن خصنا ندوقهم معاكم. وير از ذيس شي حاجه عندها علاقه بجيك خيتي بجيك اليس وارض العجائب ولكن ما عرفتش هي علاش ما باينش واش حلوه ولا لعبه ولا كيفاش البريك ما تقول بينا تقول ولكن سبايا عرفهم الشوارع. عندنا جيريز عرفتي هادو شحال بنان ميمكنش حاجه غادي نكون معاكم باش نوريك حتى جا
عارف شي دايرين بحال دي فلون صغار يامي اتس يامي اتس يامي اتس يامي. المهم انا جربت واحد الفليفرز ولكن هادو صراحه عمري جربتهم سو فما غادي نجربوه معاكم. عندنا هاد الشيبس هادي جو سي با عندنا ان هذا الشيء سائل ولا اعرف ما هو اصلا. انني لا اجيد قراءه الكوريه. ان اللغه الكوريه صعبه جدا ولا اجيد قراءتها. فيا غادي تصبروا معايا حيت اش لي تغرمون هادشي ما عارفاش فهمتوا. حيت انا اصلا اودريت هاد البوكس هو ميستري بوكس انا ما كنتش عارفه شنو غيجي فيه ولكن المهم حنا كنكتشفوا. سو عندنا هادي حتى هي غادي نكتشفوها من بعد. حنا تقريبا بحال هادي دوك لي فخويساك ولا شي حاجه بحال هكا عرفتوا ياك. دونك صرنا غادي ندوقوهم توغيذر. عندنا واقيلا اتس كيكا شي القريبه الزينه حتى هي تنعطيكم الرأي ديالي فيها من بعد. كيت كات واحده اخرى. سو عندنا هذا الجليز حتى هما عرفتي اتس سوبر يامي. هذا ديجا دقتهم خديت واقيلا شي 4 ديال الفليفرز. خديت هادو ستروبيريز يا خديت ستروبيري وخديت بيش وخديت مانجا واقيلا شي حاجه المهم مونغ وخديت ما عقلتش بالضبط ولكن هادو. عندنا هاد الدرينك عندنا الدرينك هذا صراحه هاف نو ايديا عليه بايا غادي نجربوه توغيذر. عندنا اي ثينك هاد الميلك شي حاجه ما عرفتش اتس جوس يا سوري اتس جوس ولكن المهم عصير هادشي واقيلا بحال دوك العواصر ديالنا ديال جوج درامون ولا شي حاجه بحال هكا. حتى هو غادي نجربو توغيذر غادي نجرب ونقول لكم هاو ات تيست. او كاع شفت هذا شوف شوف شنو فيه دود اتس سوبر كيوت سوري او ماي جاد دود لوك شوفوا شحال كيوت. عرفتي زعما الكوريين كيخدموا على الباكاجين ديالهم وداكشي. شوفوا 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 اتس سوبر نايس ومعشوق الجماهير حبيب الكل موغو موغو. هذا هذا الحب ديال اللي تغرموا اللي تغرموا عرفتي ما كنشبعش منه وديما عندي في الدار مكيختارنيش ولكن صراحة عمري جربت هاد الفليفر هادي. مولفة كناخد داك تشيلي واقيلا الغوز والخضر ديال الطيخ ولكن هادو ما كنلقاهمش حيت كاين واحد السيد كان وصل كيجيبهم ليا. دونك ام سوبر هابي حيت غادي نجرب انذر فليفر اند ذا لاست فاكين ثينك اتس ا جيم. اشا داك اللعبه ديال السوشي ولا شي حاجه بحال هكا جو سي با صراحه كي كتلعب واش هادشي كيتكال ولا ما كيتكالش وكيفاش كتلعب اصلا. سو هادو هما لي برودوي اللي وصلوني موغو داكشي كامل. سو اش بان ليكم دوك التخربيق كامل ندير لهم فيديو واحد اخر باش نتيستي ونرد عليكم الاخبار بالنسبه للوغو ديالهم وداكشي ولا ندير ديري لي خفاف في انستغرام غنخليكم كاملين تكتبوا لي تحت في لي كومونتير اوكي. سو كان هذا هو الفيديو ديال انبوكسينغ ا ميستري بوكس كوريان سناكيز وداكشي. نتمنى يكون عجبكم. الا وصلتوا حتى لهنايا ما تنساوش سبسكرايب لايك خليو شي كلمه زوينه بحالكم.